لدانيا يس شو بيعمل شو بتعمل الموسيقى هيدي الموسيقى لها مفعول ساحر في كثير ناس ما بتعرف انه عم تستعمل هلا لعلاج الامراض الجسديه على كلنا بنعرف قديش بتلعب دور على المزاج بس كمان جسديا بصير كثير اشياء بدي خبر اكثر شو بصير لانه جد مفعوله فعال حلو بتحطكم بالمود هون صحيح توتالي عن جد لو بتعرفوا هيدا الايقاع شو بيعمل بعدنا عم نحكي عن الميوزك بعدنا عم نسمع الوان وارتام مختلفه من الموسيقى ولانها حل من حلولنا النفسيه والحياتيه والجسديه العقليه وحياتنا اليوميه فدانيا دبيبو اختارت اليوم الموسيقى وايش فوائدها مش فقط للعقل حتى للجسد نعم So this is interesting. Very interesting. وهلا بتعرف اخر 20 سنة تكثفت الابحاث عن مفعول الموسيقى على الامراض الجسدية. ايه واكتشفوا انه في كثير لها منافع لامراض مثل الامراض القلبية مثلا اللي بيكون عنده بالقلب او حتى اللي بيصير عندهم سكتة دماغية. بيصيروا بيسمعوهم موسيقى طبعا مع بيكملوا العلاج بالادوية بيلاحظوا انه كثير بيتقدموا احسن من اللي بيكونوا بس عم بياخذوا علاج الادوية بس. هلا المرات العلاج عم بيكون متكامل. امراض القلب قلنا امراض الالزهايمر انتم بتتخيلوا انه ممكن الموسيقى تكون تستعمل كمان وسيله لحتى تخفف عوارض الالزهايمر، ما الالزهايمر اكثر شيء هي اشياء اخطاء بالتفكير بتصير بالذاكره وبتصير الواحد ما بيعرف يعني ما بيشوف ناس ما بيعرفهم ايه وبصير عندهم مرات لما بصير بمراحلها المتقدمه بصيروا شوي عنيفين يعني بصير عندهم هيك هالخوف والبارانويا اللي اكتشفوا انه كمان الموسيقى اذا بيقعدوا بيسمعوهم الموسيقى وهلا في شيء اسمه فيربا اكوستيك ثيرابي اللي هي بيقعدوا على كنبايه بتعمل لهم ارتجاجات طبعا مع نغمات موسيقيه لاحظوا انه كل العوارض هيدي بتصير بتخف بتتاخر باللي عندهم حالات الزهايمر ليحسوا بالايقاع يمكن اكثر بالايقاع مزبوط اي شيء له علاقه بالجهاز العصبي بالنيرفس سيستم يعني عم بيتاثر بالموسيقى اللي بيكون عندهم توحد الاطفال اللي بتعرفي مرض التوحد بيكونوا هولي ما عندهم مشكله بكيف يعبروا عن حالهم وبيتواصلوا مع الناس كمان مزبوط كمان عم بيستعملوا هلا معهم ميوزك ثيرابي اللي بتصير لاحظوا انه بتصير عم بتقوي لهم شيء اسمه الفيربال اي كيو نحن حكينا قبل انه الذكاء متعدد الذكاء اللغوي عم بيتحسن كثير عنهم عم بيقدروا يعبروا عن حالهم اكثر وعم بيروقوا فكمان هول ردات اللي بيكون عندهم توحد بيكون عندهم ردات فعل كثير قويه فكمان عم بتروق اذا بتروحي عند حكيم اسنان مثلا مرات كثير بيكون عم بيسمعك موسيقى لانه حتى تتحملي وجع اكثر سو كمان عم بياثر على نحن قدرتنا على تقييم الوجع بتصير بتخف هلا انا بنصحه اللي بيكون عنده موعد دكتور اسنان وفي شغل ياخذ معه هيك شيء موسيقى يصير يسمعها لانه ما بيقعد بحس بالوجع مثل غيره دانيا بيقولوا انه بتفرز هرمون السعاده يعني بتحطك هيك بمود كثير حلو بتشغل مزبوط هي بتلعب على المزاج واللي بتلعب عليه كمان على ستريس هرمون الكورتيزول كمان بعد سماع الموسيقى اللي لما بيفحصوا شو عم بيصير بالجسم بيلاحظوا مستويات الكورتيزول نزلت منشان هيك كمان للامراض النفسيه مثل الاكتئاب والستريس والكثير شغلات ثانيه عم كمان تهديه لهالشخص بانه بتشتغلك على مش بس مزاج على جسمه بس كمان دانيا الموسيقى ممكن ترجع تعيد الذكريات المش حلوه يعني ما هي لما الواحد بيكون شوفي اللي بيكون عنده اكتئاب حطيه يسمع اغاني الحزينه يا ام كلثوم مش ضروري تسمعي هاني شاكر يعني مثلا مش ضروري انه بتعرف هولي فيهم كلمات يعني دايما دموع دايما دموع لا مش ضروري
حسب، شوف كل حدا عنده ذوق، بس الملاحظ اللي بيكون مدبرس بده موسيقى تدبرسه زياده. ليش؟ لانه لما بس هيدا غلط، مش لازم يسمع يمكن اغاني فرحه، بس بتعرفي ناس بيفشخله اكثر، ما بعرف، هي بصير بحس انه منه لوحده، في حدا عم بيتعذب كمان عم بيلوح مجرد ايه الكلمات هول، انه ايه في حدا عم بحس مثلي. سو هيدي افادتها، وغير انه عم تشتغل على مستوى الكورتيزول. هلا لما نكون مبسوطين كمان بنحط موسيقى اللي بتصير تبسطنا اكثر. فالنصيحه انه اذا الواحد زعلان يحط الموسيقى العاليه لحتى عرفت تهيبره شوي. ايه انا بالرياضه بسوي رياضه دائما في موسيقى عم بتهيبرني. موسيقى على طول يعني بتوصلي دانيا لهون، اذا ما حاطين بالاستوديو بتحط على السجلات. لا ما بدنا نحط حالنا بالمود بالجو، لانه كثير فعلا بتاثر. اللي بيكون كثير متوتر مثلا فيكي تحطي له الموسيقى الهادية الرايقة. أنا بالمكتب عندي دايما في موسيقى رايقة عم تلعب بالباك جراوند. هلا هني لما بيحكوا بفضوا مثلا بيرتاحوا، بس ما هني في مفعول الموسيقى كمان عم تشتغل لهم على نفسيتهم، عم تغطي لهم هيدا الكورتيزول، فاللي بيظهر بيطلع مبسوط. وفي كثير ناس عندهم قلق. هلا إذا بتنكشي على اليوتيوب في موسيقى اسمها ريلاكسينج فور انسونيا، يعني موسيقى رايقة للقلق 8 ساعات. يعني كل الليل عم بيحطها الواحد وبيقدر يسمعها، وهيدي فعلا بتاثر انه الواحد يصير يفوت بالديب سليب، بالنوم العميق، اكثر من اللي مثلا ما عم بيسمع موسيقى. فكمان هيدي فينا نستعملها. بدي اشوف بلال شي مره جربت تنام على الموسيقى، بما انه نحن بنعاني من مشكله النوم، شي مره جربتها؟ لا نو ابدا، بس بنام على التلفزيون. اوكي بس ما جربت انه هو الموسيقى الخاصه للاشخاص اللي عم لازم جرب. يمكن كثير مهمين هول اللي بدهم يعملوا تامل كمان في موسيقى خاصه، لا الواحد يقدر يفوت بهيدا الستيت. بتحطه، ما هي بتشتغل قلنا على الجهاز العصبي، بس تشتغل على الدماغ، على ذبذبات الدماغ. واللي لاحظوه كمان كل هالدراسات عم بتشوف انه الدماغ حتى بيتغير تركيبته. يعني اللي صار عندهم سكته دماغيه وعم بتستعمل الموسيقى كبارت من العلاج، في منهم مثلا اذا انصابت المنطقه اللي بتاثر على النظر مثلا 60% عم بيرجع نظرهم لما بيستعملوا معهم العلاج بالموسيقى. صحيح، حتى يعني المؤلف الموسيقي والموزع عن جد يمكن كان هو معالج نفسي قبل، وحس انه الميوزك او الموسيقى غيرت كثير بحياته. مزبوط، واخترع هو حتى الات ونوتات موسيقيه جديده. ما هيدي فيها الناس اكثر. شوفي في ناس عم بيتخصصوا بالميوزك ثيرابي، وهيدا التخصص مش بس بيوقف عن انك تسمعي الناس موسيقى، فيك تسمعيهم وتصيري تشغليهم بالموسيقى. يعني لما بيكونوا عم بيشتغلوا هن على بدقوا على الآلات الإيقاعية مثلا، او عم حتى عم بيغنوا او عم بيشاركوا بمجموعة. اللي عم بتغني هلا اللي بيشارك بمجموعة كمان بحس حاله انه هو منتمي لحدا وعنده دور فعال فيها. بس انه هول الوسائل للواحد يغني او يعزف او كذا كمان بارت من الميوزك ثيرابي اللي عم بتخفف كثير من الظواهر تيعول المشاكل النفسيه وحتى الجسديه. كمان بيقولوا دانيا انه المراه الحامل بس كل بيبي بعده ببطنها كمان لازم تسمعوا ميوزك. مزبوط، وتحطوا هيك بجو رواق. اذا هي سمعت، يعني اذا الموسيقى عاليه كفايه بيسمع. انا كنت بتذكر انا وحبلة حط موسيقى على بطني سمعهم يعني كلاسيكال ميوزك لحتى يطلع عندهم يطلعوا ريفاين. طلعوا اثنيناتهم بحبوا كثير الموسيقى. بس بيقولوا انه على الاولاد كمان الموسيقى كثير لها مفعول، خاصه اللي بيخلقوا قبل عمرهم. يعني في ناس بتخلق بأولاد بيخلقوا بالشهر السادس او السابع. بتعرفي بصيروا كمان بعرضوهم للموسيقى كذا نوع من الموسيقى اللي مقارنه باللي خلقوا بكير ما سمعوا الموسيقى مثلا عم بيتحسنوا كثير. بتعرف الواحد لما بيخلق قبل بوقته بيكون وزنه كثير قليل، يعني وبيكون ما عنده صعوبه يعني بانه ياكل او شيء. فالموسيقى عم تكون فعاله على هول الاطفال، ومثل ما قلنا على اذا بعده على الجنين ببطن امه كمان بيروق. وحتى على الاطفال هن وعم بيكبروا بالعمر كمان اذا بتسمعيهم موسيقى كمان هيدي بتحسن لهم قدراتهم الذهنيه كثير وبتسرع بالتعلم كمان. حلو.
حلو كثير. طب الموسيقى عم نحكي الميوزك بس لحالها يعني آلات عزف ولا كمان مع اغاني كلمات فنان يعني؟ لا في ما هي بتشوف اللي بيصير بيتخصصوا فيه للمجال. مزبوط في مرات انه بتعطيهم الخيار شو بحبوا وحسب كمان في مرات الكلمات بدك انت اذا عم بيسمعوا كلمات تكون كمان منشطه مثل ما قلنا اللي بيكون عنده مكتئب بده يسمع كلمات كلها قهر وهيك لحتى يحس حاله في حدا عم بيسمع معه. ايه سو بده يكون في انتباه يعني شو عم نسمع لما نكون كثير عندنا هيدي اللو مود جايه ما نضلنا عايشين بكآبه ايه بالموسيقى اللي بتزعل كثير يعني لانه ما بنطلع منها هون بيعلق الواحد. صحيح. سو بده يستعمل الموسيقى المناسبه لتحسن له مزاجه ما تخليه بهيدا المود العاطل. لكن موسيقى ايه حسب المزاج حسب الواحد يحط شيء رايق. اذا الواحد كثير متكسلن وعم بحس بالكسل يعني وما مزاجه ابدا ما منيح يحط الموسيقى اللي بتنعش. ما احنا بنشوف تاثيرها هون علينا دغري انه بس يعلو الصوت بمود مختلف يعني بنكون جايين بركي شوي تعبانين بس نحط ميوزك بنصير كلنا هيك نشاط مزبوط بتعطيكي ايجابيه. ما هي روحي على حفله فيها موسيقى عاليه بترجعي ما بدك تنامي خلص بتكوني عرفتي معلشتي انه بدي يبلش النهار هلا ما هيك منطقي. حلو كثير. اي نوع موسيقى بتحبي هيك بروقك؟ شوفي انا بشكل يعني بسمع مثلا انا وعم بعمل الاكسرسايز تاعي بحط الموسيقى العاليه انا اوكي هلا رياضه إيه؟ اكيد كلنا بدنا ميوزك بتحطي موسيقى لا إيه؟ مرات في ناس بتعمل على موسيقى رياضه بتروق اعصابها مش بالجيم اذا عم تعمل مثلا مشي سريع او هيدا ايه بتستعمل هيك شيء بس هو الافضل مثل ما قلت انه هلا شوفي مرات اذا عندك شغل مثلا وحطيتي موسيقى نوع جاز مثلا او بس العزف او اوبرا كمان في ناس والاوبرا ايه بس الموسيقى اللي فيها كلمات يعني هيدي بصير الواحد ما عم بيركز اذا عم بيشتغل. سو اذا كنت عم بتحطيها هيك كشيء مساند الموسيقى منيح بتلعب مفعول على قدراتك الذهنيه يعني بتصيري ممكن قال تتذكري اكثر ممكن تصيري تلاقي حلول اكثر واي شيء في ايقاع تق 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 هيدا كثير مفيد. شوفي في طريقه بالعلاج النفسي اسمها علاج بحركه العيون اللي بعدين اتطورت وصارت انه علاج بالايقاع في اله بتصير بتعمل ايقاع لحتى تصير الدماغ يتحرك شمال يمين شمال يمين هيدي اسمها EMDR. سو هيدي اللي بيكون عندهم مشكله كثير قويه بيقولوا له فكر بهيدي المشكله وبتصير بنعمل لهم ايقاع عليها بيمسكوا شيء بصير بيعملوا تخصص يعني بحد ذاته فهيدي كثير بتخفف من العواطف المشحونه وبصير كمان رؤيته للواحد عن حاله بتختلف بتتحول من سلبيه لايجابيه مفعوله كثير عالي. جلدكم استمتعتم واستفدتم من كيف الواحد يرفه على حاله ويساعد حاله بالموسيقى. It didn't work a lot for me today بس ان شاء الله I will work on it. حطولنا ما عم بيعملوا ما هو هون لازم سيمفونية بيتهوفن وما بتزبط فبس hopefully very soon. Dania thank you so much. يا أهلا بعد الفاصل